إذا ماتت ميتة في بئرك، وبئرك هذا، بئرك هذه بئر ماؤها قليل، كيف تطهر هذا البئر؟ طاح سنور في الطويل معك ومات، كيف تطهر هذا البئر به؟ بسم الله، عندكم طويان، أنا ما عندكم طويان. هل هي جبتها كذا في البلاد تسوي عندكم؟ يعني العادة كذاك إنها تنزف تماما. جميل، كذا هذا الكلام صحيح، هل كذاك يسوى؟ إيه تنزف، يقول تيبس تماما من الماء الطويل والسنور فيها، لأنه ما قال إن السنور يخرج. إذا أول شيء خرجوا ذاك الميت، وبعد ذلك تنزف تماما. طيب إذا كان ماءها كثير لا يمكن نزفها، ماءها كثير مستبحرة، هذه بئر ماءها كثير، يسوى غلي. نعم، احنا نتكلم عن نهر أول، ما عندهم تعقيم ساكين، فكيف يسووا؟ نعم، تنزح ذي، ينزح منها 40 دلوة، 40 دلو، هذا فعل يترتب عليه إزالة خبث.